ايه عرفتوها؟ ايه لك ايه والله هي الممثله هي ميديا مو ميديا والله ميديا والله حلوه بس يا حرام طالع لها انف بنص وشها ايه والله انف بشها ليك ليك انت طالع مثل ناطحة سحاب ليك ليك انف لا هي احلى لا قبل كان هذا كله مكياج هذا ميديا انف ميديا انسي ميديا انا كثير معجب بتمثيلك ما بتصدقي قديش معجب فيكي وبحمل صورتك معي وين ما كان بس لو سمحتي فيكي توقعي عليها اذا بتريدي شو هاد يا محمد على هالانف يبعت لك حمى شو غليظ لك شو بيلبق لكم شو بتفهموا بالجمال شوفي هاي انسي ميديا مو انسي ميديا فنانه مدام ميديا ايه انا الفنان الانسي ميديا لك شفتي قلت لك انه هي انسي نحن كثير بنحبك وبنحب تمثيلك اكيد اكيد ممكن تصور معي ايه بس بسرعه لانه عندي تصوير يلا يلا صوري شكرا يلا باي شكرا ارجيني يا عمى لك شوفي شو هاد انفه مثل انف بينوكيو لك والله بدي تقربي منك لإلك الحق علي انا ميديا اني تصورت معكم امشي امشي بدي بعدها بلوتوز لكل الناس ليكي على الانف مرحبا اهلين وسهلين بنور العين تفضلي بركي أدري لقمية السلامة بنجمتنا الكبيرة ميديا لقمية أهلا وسهلا إيش بتحبي يا ضيفك؟ شاي؟ قهوة؟ أسكب لك صحن مامونية؟ أنت المنتج؟ لأنه حكوا معي من شركة من هون وقالوا لي أنه في دور إيه؟ طبعاً طبعاً أنا المنتج يملك دور بيفلج علي الحلال علي الحلال ما تدرى خالته فريدة انه انا عندي مسلسل وما عطيتك فيه دور البطولة والله لا تزعل مني ميكل وتقلي يبعت لك حتفة في نص وجهك يا قدري شكرا كتير 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 والله ما بعرف شو بدي احكي قليلي بقى جاهزة للنجومية جاهزة مستعدة للانطلاق مستعدة إيه بس مو قبل ما تشيلي لي هالمنخار اللي في نص وجهك عامل مثل البطاطاية إيه اكل نص وجهك آه مثل ما عم بقلك بدي آخدك لعند واحد دكتور صاحبي يجرم لك يا جرم لا ما بدي مثل ما عم بقلك لا ما بدي بدي امشي معي ما بدي ما بدي ما بدي اتركني 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 مالي مدشرك مالي تركك مالي مدشرك امشي معي مينو ميديا ميديا في ايه صارت الدنيا ظهر مدوشه قومي اليوم دورك بحط الاكل قومي الحمد لله الحمد لله عن جد الحمد لله الحمد لله مبسوطه انه اليوم دوري طيب ليش رجعتي نمتي قومي لك ميديا فرطت من الجوع طيب ليكي رح نتفق اتفاق رح اقوم انا احط الابريق على النار بتكوني انت لحقتيني ماشي معقولة انت كبير؟ ايه لا ميدو ليش ما ودعتيها للبنت؟ خلص بعدك بس تجي بستقبلها بس بدي افهم يعني انت ليش هيك كل الأد ملتقمة فيها؟ يعني ما بدك كل الأد؟ اوف 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 ايه مالي ملتقمة بعدين هي وين مسافرة على المريخ ليك ضاعت شلفت حجار نور طلع فيني منيح هلا انا انفي كبير شي بصراحه ما بزعل بصراحه كتير كبير كتير كتير يعني قد البطاطاية شو نور يا ربي معقول انا قررت اعمل عمليه تجميل لانفي بتعرفوا شي دكتور شاطر عن جد ميديا شبك انتي؟ كل مرة بتطلعي بفنة جديدة؟
يعني شي بدك تتجوزي وهلأ تجميل والله بيعلم بكرة بتطلعي بشي تاني. حبيبتي ما رح يطلع معي شي، بس أنا هلأ صرت متأكدة أنه إنفي هو اللي واقف بوش مستقبلي الفني. بعدين أنت بتمك قلتي أنه إنفي قد البطاطاي، معناتها على التصوير عم يطلع قد البطيخة، وخاصة أنه الكاميرا بتكبر الملامح وبتظهر العيوب. ميدو أنت مجنونة شي؟ يعني أنا وقت ما كنت عم جاوبك كنت عم بمزح معك، ما فكرتك حتاخديها عن جد. على فكرة اللي بده عملية تجميل بهذا البيت هو أنا، ولو بيسمحوا لي أهلي كنت فورا قصيت شعراتي وجبت بوستيجات أو استعرت من عند ميديا وكل يوم طلعت بموديل وكنت شقلت عيوني ونفخت شفايفي وعملت حواجبي تاتو وشو قصه ايه ورفعت كراسي خدودي لأنهم صالتين. بالله شو شوفوا المجنونة الثانيه.